من تفكك الروابط الإنسانية هو انعكاس لحالة من الاغتراب العميق بين الأفراد، حيث باتت العلاقات الإنسانية تفقد حرارتها وتماسكها. وقد تحول الإنسان المعاصر وسط زخم التكنولوجيا وسباق الحياة اليومية إلى كائن معزول، ورغم وجوده في عالم متشابك ومترابط ظاهريا، إلا أن العلاقات الاجتماعية طبعا هي العمود الفقري لأي مجتمع، وإذا ما انكسر هذا العمود انهارت معه كل القيم والمبادئ التي تبقي المجتمعات متماسكة. خلوني أرحب بضيفتي وصديقتي الدكتورة زينب أحمد، استشاري العلاقات النفسية والأسرية. أهلا وسهلا دكتورة زينب. أهلا بيكي يا حبيبتي. طبعا حضرتك نورتي استوديو الملكة. ده نورك يا حبيبتي. ودايما حضرتك طبعا بنستفيد من معلوماتك الجميلة. طبعا احنا في الفقرة الأولى من الحلقة كنت بتكلم عن ضعف العلاقات ما بين الزوج والزوجة، يعني العلاقات الأسرية. أما في الفقرة اللي احنا فيها دلوقتي أستاذة دكتورة زينب، احنا بنتكلم عن ضعف العلاقات الاجتماعية. وأنا شايفة أن في تراجع كبير جدا في العلاقات الاجتماعية. صحيح. في كل فئات المجتمع، يعني صحيح. من كل الفئات، يعني سواء علاقات أسرية سواء علاقات أصدقاء أقارب، وأنا شايفة أنها فعلا آفة خطيرة جدا تهدد صحيح. المجتمع. إيه رأيك في الكلام ده؟ دي حقيقة محدش يقدر ينكرها أبدا. بدأنا فعلا العلاقات الاجتماعية تنحدر شوية، يعني بدأ الموضوع مش يبقى شوية، ده شويتين يا دكتورة. كتير بدأت، لأن يعني احنا اتغيرنا كتير الحقيقة، يعني اتغيرنا في تغييرات كبيرة، طبعا تغييرات جذرية في كل حاجة، في قيمنا وفي مبادئنا وعادتنا. في عادتنا، في اسلوبنا، حتى في الحياة. تمام. في طريقة المعيشة. السوشيال ميديا طب وأثارها طبعا. ده حضرتك شايفاه للأفضل ولا للأسوأ؟ أكيد للأسوأ، أكيد للأسوأ. شوفي، خليني أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا. الإنسان، طب ما ده دورنا بقى يا دكتور. طبعا احنا على قد ما نقدر بنحاول طول الوقت، بنقوم بدور التوعية ونحن بنفهم الناس ونصحح لهم المفاهيم. الإنسان طول عمره كائن اجتماعي بطبعه. صحيح. فكره علاقه الوجه بالوجه، ما بتكلميش بقى من ورا شاشه وما تعيطش عليا من ورا يعني شاشه، يعني الحياه بقت فيها جمود جدا جدا جدا، مفيش مشاعر، بس جمود. الاحرى من ده كمان بقى في، اذا صح ليا التعبير، جحود. احنا ما بقيناش نتعامل مع بعض زي الاول. لا، زي ما بقول لحضرتك، علاقه الوجه بالوجه، الجيران مع بعض، القرايب مع بعض. في يعني مش هقطع كلام حضرتك، الجيران عند حضرتك بيخبطوا الباب عليكي دلوقتي، بيسالوا عليكي، بنشوف بعض في اسانسير صدفه، يعني بيقول لي، حتى ممكن ما يقولش مساء الخير او صباح الخير، خلاص بقت الحياه جافه جدا، تحسي ان كل واحد قفل على اولاده داخل بيته، وانا حاسه انه دخل قوقعه. صحيح. وقفل على نفسه وخلاص، ما حدش بقى يسال عن حد، بقى زي ما حضرتك تفضلتي كده، بقى في حاله من الجحود. صح. والفتور. صحيح. طيب هل اللي سبب كده السوشيال ميديا من الاسباب المهمه جدا والواضحه، يعني وضوح الشمس؟ طبعا السوشيال ميديا، احنا بقينا نكتفي بان احنا نصبح على بعض على الواتساب وعلى غيرها. صحيح. بقينا حتى بمناسباتنا سواء الفرحه او الحزن برضو عن طريق اي ابلكيشن بنقول لهم البقاء لله او مبروك او بقاش حتى في العيد بنعيد على بعض كده. هي رساله واحده ابعتها لكل جهات الاتصال اللي عندي وخلاص، وخلاص الموضوع انتهى. لا، هي الموضوع مش كده خالص. صحيح. الموضوع فيه تكافل اجتماعي، فيه رحمه، فيه تواصل، فيه صله رحم كمان. صله رحم كل ده بدا يعني فين كان